جائحة كورونا تقريبا ما يقارب يعني من بداية كورونا لما الله سبحانه عز وجل شفى الناس من جائحة كورونا ما يقارب 5 أو 6 آلاف جنازة اللي اندفنت في مقبرة وادي السلام. أجدادنا مدفونين به لأنه الإمام علي استحباباً بالإمام علي ندفن في هاي الأرض المقدسة السنة وحتى المسيح يجون هنا همين يدفنون مو فقط للشيعة.